لما بينزل برنامج صاحبة السعادة حقيقة ببقى لازق في الشاشة. انت بتقلبي في التراث، ويا ريت بتقلبي في التراث بس، انت بتقلبي في التراث الجميل. ولقينا فنانة فعلا بتقدم برنامج جميل تستحق لقب صاحبة السعادة. انا بشكرك جدا، انا بحبك جدا، مش بسيب لك حلقة ابدا. انا عايز وانا اعيل منك. انا انت كلنا سعادة، واحنا بنشتغل على اي حاجة ليها علاقة بحضرتك وبصحة السعادة، ومبسوطة جدا اني شفت حضرتك. الاكل ده انا باكله، بس ان انا اكله معاك. انا كان نفسي اشوفك من زمان، انت نورتي قلبي. طب اقول لك ايه بعد كل الكلام ده؟ اهلا باعزائي المشاهدين، مع الغرائب والطرائف الروائع والعجائب، انا النهارده في منتهى السعادة، وده وسام على صدري ان انا في احضان صاحبة السعادة الفنانة اسعاد يونس. نورتي. او انت صاحبة السعادة، الاثنين والثلاثاء الساعة 11 مساء على CBC.